منور يا احمد باشا، امرني. حكايه انك بعت رحيم دي مش داخل دماغي. براحتك يا باشا، انا قلت اللي عندي. ماشي، عايزك بقى توصلني المخازن اللي خزنته فيها السلاح في السلوم. وماله يا باشا، يلا بينا. قدر نسكافيه يا رحاب هاني. شكرا يا زكي. تحت امرك. هات لي شاي يا زكي. تحت امرك رحيم بيه. مالك يا رحاب؟ مفيش، تعبانه شويه. في حاجه مضايقاكي؟ لا. يعني مفيش خبر كده جالك في التليفون زعلك ولا حاجه؟ هي بس ما بتقولك على كل اللي بيحصل هنا ولا ايه؟ الحاجات المهمه بس، بعد ما تظلميش البت دي. هي بس كانت قلقانه عليك وعايزه تطمن. غلبانه. ايه اللي مضايقك بقى؟ سيد اتجوز عليا يا رحيم. وسكت يا رحاب، ما قلتليش ليه؟ هو مش انا اخوكي برضو؟ لو ما كنتيش تقولي لي، لا هتقولي لمين؟ انا عارف انك لسه بتحبيه، وده اللي واجعك قوي. لولا كده انا كنت طلعتك منه اول ما خرجت من السجن بعد اللي عمله ده. المهم دلوقتي، انت لسه باقي عليه ولا لا؟ لان ردك ده هيفرق كتير قوي في اللي انا اعمله. انت عارف سيد اتجوز عليا ليه؟ ليه؟ عشان ينتقم منك. مني انا؟ ايوه يا رحيم، عايز يذل اختك، عايز يقولك زي ما قهرت قلبي على القصر والمركب انا كمان هقهر قلب اختك. فهمت؟ بقيت انا السبب دلوقتي عشان رجعت حقي اللي اتاخد مني بعد ما اتسجنت. ماشي يا رحاب، شوفي انت ايه اللي يرضيك وانا اعمله. لو بتحبني يا رحيم ما تعملش اي حاجه وما تجيبش سيره لاي حد، سيبني انا اللي اتصرف عشان خاطري. انا لو عليا عايز افعصه برجلي، بس ما دام انت عايزاه ما اقدرش افتح بوقي. هو ده؟ ايوه هو. ولما طلعش هو؟ برقبتي. برقبتك انت اللي قلت؟ ها، الو يا باشا، ازيك؟ وحشني والله. ازيك يا باشا؟ بقولك ايه، عندي معلومه مش اكيده كده، يعني عن شحن سلاح كبيره. اه يا باشا، اه عايزك تاكد لي المعلومه دي قبل ما نتخذ اللازم. تمام قوي جدا، ماشي، ابعت لك كل التفاصيل. تفضل يا باشا، تفضل تفضل تفضل. انت اللي قلت حلمي. ها، تفضل. عماد، صباح الخير. ما بحبش الورد. عماد، اظن انا فهمتك كويس قوي ان اللي بينا انتهى، صح؟ ما انا كنت فاهم كده، بس
الصراحة أول ما براءتك بانت توقعت إن أنتوا رحيم هتتجوزوا، بس مستنيت كده ما لقيتش لا في دب لا في اليمين ولا في الشمال ولا حتى محبس فضة، فقلت كده يبقى في حاجة من الاتنين، يا إما قلبك حن وعرفتي إن راحتك مع عمدة، يا إما في حد تالت يا خلبوصة. في أو مفيش مالكش دعوة، وأنا استحالة ألاقي راحتي معاك تاني لو كنت آخر راجل في الدنيا، خصوصا بعد ما بلغت عني البوليس وكنت هتدخلني السجن. على فكرة هم وصلوا لك من مكالمة ماما. يا راجل كان ممكن أصدقك لو كانت دي أول مرة أكلم فيها ماما، بس دي تاني مرة وأول مرة ما حصلش حاجة. مش يمكن أول مرة ما لحقوش يوصلوا لك؟ كده ولا كده يا عماد اللي بيننا خلاص انتهى. طيب لو خسرنا بعض كحبايب ممكن ما نخسرش بعض كأصدقاء. أنا كل اللي محتاجه أجيلك وأحكيلك زي زمان. كان في حاجات تافهة صحيح بنقعد نتكلم فيها بس كانت بتساعدنا، وأنا كل اللي عايزه نبقى أصدقاء بس، وعدك إن أنا مش هضايقك خالص. كل إنسان بيبقى عنده حاجات كده بيخبيها عن أقرب الناس ليه بس بيحكيها لأصحابه، عشان كده ربنا عمل الصحاب، وأنا أوعدك إن هبقى صديق وبس، مش هعمل أي حاجة تضايقك ومش هجبرك تقول أي حاجة. اللي أنت عايزاه أنا موافق عليه. وأوعدك مش هشوفي غير صديق بيحبك بعد كده. زياد يا ابني هربتك ايه ده انتوا قافشين على بعض ولا ايه؟ الحق زياد وريم قافشين على بعض، هتبقى فرصتك دي يا معلم. فكك منهم وانسى الحوار ده خالص. وانت من امتى يا معلم بتسيب حته تعدي من تحت ايدك؟ هو في ايه يا جدعان؟ محوره راح لحاله وانسوه بقى. ماشي ازيكم يا اولاد؟ تمام الحمد لله. ايه اخبار المحاضرات؟ كويس؟ من فضلك ممكن استعمل موبايلك؟ لان موبايلي فصل، عايز اعمل مكالمه. مفيش مشاكل، اتفضل. شكرا. مين ده؟ مش عارف، شكله دكتور جديد في الجامعه. ايوه زياد. انا مش زياد. امال انت مين؟ فين زياد؟ جرى له حاجه؟ زياد بخير، بس احنا حبينا نصبح عليك ونقول لك ان مفيش حد بعيد عننا، قدامك اسبوع، لو الفلوس ما جاتش هتقول له واحد. انتوا مين؟ لما تجيب الفلوس هتعرف. طب افرض جبت الفلوس هوصل لكم ازاي؟ ايوه اهو كده بدانا في الاسئله المهمه. هبعت لك رقم حساب بره تحول لي عليه المبلغ. ما تخلينيش اتصل بيك تاني لان المكالمه الجايه هتبقى البقاء لله. عارف لو حد مس شعره مز... معلش يا حبيبي موبايلك فصل فجاه. اشكرك جدا. شكرا. عفو. ايه اللي فصل ده؟ معرفش هفتحه. ايه ده؟ ده مكلم رحيم. ايه؟ رحيم؟ ازاي يعني؟ معرفش.
الو الو. ايوه زياد، انت كويس؟ انا كويس. مين اللي كان بيكلمني من تليفونك ده؟ معرفش. هو جنبك؟ لا، اداني التليفون واختفى. وانت بتدي موبايلك لاي حد كده يتكلم منه؟ افتكرته دكتور في الجامعه. ثم انا اصلا اللي عايز اسالك، مين الراجل ده وبيكلمك من تليفوني ليه؟ طب بقول لك ايه، ما تتحركش من عندك، انا جاي لك دلوقتي. مع السلامه. خير يا رحاب، اديني جيت. ممكن اعرف اخر اللي احنا فيه ده ايه؟ من غير هري كتير، احنا رغينا في الحوار ده قبل كده. يا رحاب، اوضتي جاهزه من مجاميعه واوضتي العيال، انا مش مانع. انا موافقه، بس الطلق اللي انت اتجوزتها عشان تقهرني دي وساعتها هرجع لك. لا، طلاق مش هطلق، ايه ذنب المسكينه يعني؟ يا سلام يا سيد، انا فاهمك كويس قوي. انت كل اللي همك انك تكسر رحيم باخته. يا سيد، انا عايزاك تنسى رحيم خالص وتطلعه من دماغك. بصي لنا، انا رحاب، رحاب حبيبتك يا سيد، رحاب حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا حبيبتي. كنت فين يا حبيبتي لما اخوكي طردني من المركب واخد شقه عمري، لما جوزك ساب القصر وعاش بره جيتي ورايا؟ ارحاب، انا زهقت زهقت ارحاب بقى، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، عايزه تيجي؟ تعالي، انا مش ممانع. يا سيد، ما ينفعش الكلام بالطريقه دي، انا جايه لك وبترجاك نرجع زي الاول. طالما رحيم رجع وبقى في وسطينا، مفيش حاجه هترجع زي الاول، وعيالي يرجعوا لي ارحاب، والا قسما بالله ارفع عليكم قضيه. وعلى فكره هاخدهم، هاخدهم. عارفه ليه يا حبيبتي؟ علشان عايشين مع ابوكي واخوك السوابق واخوك هشام الشمام. وهون عليك يا سيد، هون عليك توقف ام عيالك قدام المحاكم؟ انت عارف انا بحبك قد ايه. خلاص الحق، اثبتي لي حبك، تعالي عيشي مع جوزك وابو عيالك. طلقها وانا اجيلك. طلقها طلقها. اوه، طلاق مش هطلق، انا قلت لك اللي عندي يا بنت الناس، عايزه تيجي اهلا وسهلا، مش هتيجي انا هاخد عيالي وبالقانون وبيخلي ابوك واخوك ينفعوك يا حبيبتي. سلام.